بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. زي ما وعدناكم مع أول وصول أو مع وصول أول طائرة F-16 لأوكرانيا، هيكون عندكم الفيديو، هيكون عندكم الخبر. ده الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمة، أول رصد لطائرة F-16 إلى أوكرانيا. زي ما ظهر قدام حضرتك، أوكرانيا تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 اللي هي 6 طائرات تم رصدها بالفعل تحديدا في لفيف. صحيفة التلغراف أعلنت، وصحيفة البلومبرج أعلنت، ورويترز وغيرها. صحيفة التلغراف البريطانية نقلا عن ممثل القوات الجوية الأوكرانية، استخدمت أوكرانيا اليوم بالفعل طائرات F-16 لأول مرة، وتمثلت مهمها كدفاع جوي فقط، وممنوع تخش على الجبهة. دفاع جوي فين؟ في الغرب. طائرة F-16 التي تم تسليمها حلقت في منطقة لفيف أقصى الغرب على الحدود مع بولندا. قبالة الحدود مع بولندا حتى الآن غير معروف من أين أقلعت وأين هبطت، أقلعت منين وهبطت فين، ولكن تم تصويرها وأول فيديوهات ليها اللي ظهرت قدام حضرتك. ودي أول صورة في واحدة فوق العاصمة الأوكرانية كييف، واحدة في لفيف. وكالة بلومبرج الأمريكية وصلت الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أوكرانيا، زي ما ظهر قدام حضرتك من البلومبرج. تمام كده؟ تمام كده. البيت الأبيض رفض التأكيد، رفض البيت الأبيض تأكيد قيام الولايات المتحدة بنقل طائرات مقاتلة من طراز F-16. هم جايين طبعا من الدنمارك، وكان نتكلم عليهم قبل كده مين؟ أنتوني بلينكين، وقالوا في الطريق الكلام ده من شهر، لحد ما وزير الدفاع الروسي بيلوسوف اتصل بوزير الدفاع الامريكي، اتفقوا بقى على ايه؟ ده اللي مش واضح. جبت لك مع اول خبر انه حذر وعمل وبتاع، بس اتفقوا على ايه؟ هل رجعوا للاتفاق القديم ولا ده تصعيد تاني من امريكا ولا ايه؟ الاتفاق القديم اللي هو هنقسم اوكرانيا نصين، انا هاخد الشرق اللي كان عامله ميدفيديف، روسيا هتاخد الشرق وانتوا هتاخدوا الغرب. معنى كده ان الطائرات دي مش هتحلق في الجبهه، يعني اخرها 40 كيلو زي ما بيقول وزير الدفاع الاوكراني. مش بس كده، اوكرانيا لا تنوي تاكيد وصول طائرات F-16 رسميا. ده ميخائيل بودلياك مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، عشان لو انضربت نقول لا. طب ما هو لو انضربت اصلا هتبقى F-16 وانت مش متاكد، يبقى او انت مش مأكد انها عندك، يبقى بالتالي طلعت منين؟ طلعت من بولندا، وده اخطر. زي ما ظهر قدام حضرتك توثيق اخر لطائره F-16 فوق الغرب الاوكراني، زي ما ظاهر قدام حضرتك. طايره منين وطالعه منين وبتهبط فين والتفاصيل كلها مش واضحه. القائد الاعلى للجيش الاوكراني سيرسيكي بيقول طائرات F-16 لن تكون قادره على الاقتراب اكثر من 40 كيلومتر من خط المواجهه بسبب خطر الاصطدام بالقوات الايه؟ الجويه الروسيه. يعني اخرك 40 كيلو، اخرك 40 كيلو، ممنوع تخش على الجبهه. طب السؤال هنا، بتنزل فين وبتهبط فين؟ ما ممكن الروس يصطادوها الا اذا كان في اتفاق، فالموضوع هيتضح في خلال الايام القليله القادمه. اذا كان باتفاق يبقى انتم موجودين في الغرب، مش هنحرج الايه؟ الاسلحه الامريكيه، احنا دمرنا لكم ابرامز، ودمرنا الليوبارد بتاعت المانيا، والتشالنجر بتاعت بريطانيا، وغيرها 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 وغيرها، ومدرعات برادلي الامريكيه. فالطائرات لا، ما توقعهاش، ولا دي داخله كده ولا ده تيست، هتتضح في الايام القليله القادمه. اللي ظهر قدام حضرتك ده تقرير من وزارة الدفاع الرومانية. أعدت وزارة الدفاع الرومانية تقريرا عن نتائج تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16، عشان تعرف بس انهم لا، ده الموضوع هدفه بروباجندا. من بين 50 متدربا هناك 3 فقط جاهزون للطيران المستقل. في كل الطيارات يا جماعة، في كل الطيارات في الدنيا، في حاجة اسمها طيران ديول وطيران سولو. يعني ايه ديول ويعني ايه سولو؟ الطيار هو لسه بيتدرب، لما بياخد فكره نظريه وبيطير مره واثنين وثلاثه في الكرسي اللي بيبقى خلف الطيار. ديول يعني كرسيين، طيار بيسوق قدام ووراه واحد بيشوف ازاي بايه بيقود الطياره وبيطلع وبينزل وبيقصف. التدريبات على الواقع بعد السيميليشن، المحاكاه اللي بتبقى على الارض. حلو الكلام. لما بيبقى كوف ويثقوا ان هو يقدر يطلع بالطياره وينزل بيها، بيخلوه يطير سولو. فبيقول لك من ضمن 50 3 بس. الاهمال في الدراسه والعزوف عن تعلم اللغه الانجليزيه، يعني انت ما تعرفش انجليزي وفي نفس الوقت ما انتش مهتم بالدراسه.
تراجع في الاداء البدني بسبب زياده الوزن وتناول الكحول. خلي بالك طريقه في 16 ما ينفعش يركبها الا شخص سليم، شخص رفيع، ما ينفعش واحد بكرش، ما ينفعش القصص دي، لا لا، عكس السي 130 عكس، لا لا، طيران اف 16 لازم يكون بص عصايه ممصوصه 60 70 كيلو اقصى حاجه، ما ينفعش اللي هو كرش وبادي بيل، ما فيش الكلام ده، بيخش كل حاجه محسوبه بالسنتي عكس مثلا الطيارات الثانيه. فبيقول لك تراجع في الاداء البدني بسبب زياده الوزن الى جانب انهم بيشربوا ايه كحوليات، وبعد كده خلاص وقع انه تمام، خلاص وقعنا انه تمام والتدريب ناجح. ازاي ناجح؟ ده تقرير رسمي من رومانيا. مش بس كده، كرملين بقى، تسليم طائرات اف 16 الى كييف لن يؤثر على ديناميكيات الاحداث على الجبهه، وسيتم اسقاط الطائرات وتدميرها، اللي هو برده زي نفس الرد بتاع الايه الليوبارد. الليوبارد مش هتفهم، طب ما كان في تحذيرات، انت واخد بالك؟ لا مش هنزود بالليوبارد، لا ده انت لو زودت بالليوبارد يبقى انتوا كده دخلتوا الصراع، بعدين زودوا بالليوبارد وفي الاخر ما حصلش حاجه. روسيا عقله شويه، او مش شويه، زياده عن اللزوم قوي. طائرات اف 16 بلس ان انت بتقول ده خط احمر خط احمر، دلوقتي بتقول لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الاحداث على الجبهه، وسيتم اسقاط طائرات وتدميرها. القوات الاوكرانيه لا تملك علاجا سحريا، وعليهم ان يدركوا ذلك. اللي هو مفيش عصا موسى، مفيش الكلام ده، انتوا ما معكوش عصا سحريه، انتوا الجبهه كلها منهاره، وقلت لك قبل كده التقدمات. روسيا تسكت؟ لا، زي ما ظهر قدام حضرتك الجيش الروسي يجري مناورات عسكريه بصواريخ اسكندر الحامله للصواريخ النوويه في جنوب وغرب روسيا قباله حدود دول الناتو، زي ما ظاهر قدام حضرتك في الفيديو. دي مش اول مره عملوا مناورات مع بيلاروسيا، مرحله اولى وثانيه وثالثه، ودلوقتي بيعملوا مناورات على طول باستمرار. المناورات النوويه بيقولوا احنا مستعدين استعداد على الزر لاي تطور. خلي بالك العالم لا يحترم الا لغه الاقوياء قولا واحدا. روسيا لو دولة ضعيفة كانوا أرقشوها وتكالب عليها الشرق والغرب وهنا وهنا، انما كمنها دولة قوية رغم انهم 140 مليون مش بالعدد، رغم انهم 140 مليون ومساحة كبيرة من الاراضي، ولكن مش قادرين عليهم. بلهم قد ايه بيخططوا انهم يدمروا روسيا عشرات السنين من قبل. انت عارف ان انت في اثناء الحرب العالمية الثانية كانت في فرصة واحدة لنجاة هتلر، اللي هو ايه؟ وقف الحرب علينا واعلن تضامنك معانا عشان نخش ندمر الاتحاد السوفيتي، رفض. بص من ايام ايه؟ من الفتره دي وهم عايزين يضربوا الاتحاد السوفيتي، قدروا يفككوه. لما تكون قوي هتجبر اي حد انه يحترمك. قوي ازاي؟ مش قوي بالعنتريات وبالكلام، قوي باللي قدام حضرتك ده. هتضربني هضربك، هتدمرني هدمرك، هتنسفني همحيك من على الخريطه. هو دي اللغه الوحيده اللي يفهمها العالم. انما تكون ضعيف ومش عارف، مفيش الكلام ده، ولا ليك كلمه مسموعه ولا حد هيعتبرك. مش بس كده، زي ما ظهر قدام حضرتك البدء بتجهيز مركبات الاطلاق واسلحه الطائرات في اطار المرحله الثالثه من تدريب القوات المسلحه النوويه غير الاستراتيجيه. يعني بيزودوا الطيارات بصواريخ نوويه كمان، ولكن تكتيكيه غير استراتيجيه. زي ما ظهر قدام حضرتك برضو في الفيديو الطيارات بتتجهز، بتيجي الصواريخ وبتنزل. بص حضرتك الاخفاء والتمويه على اعلى من اعلى مستوى، لازم تتدرب على كأنك في حرب. المناورات دي اكنك في حرب، نفس الخطوات بتاعت الحروب. وبعدين هيزخروا بقى الطائرات وما الى ذلك. تمام، تعال نشوف المانيا وانالينا بيربوك اللي طلع عليها فضيحه قبل كده من فتره وكلمتك فيها، ان هي صرفت عشرات الالاف ان لم يكن مئات الالاف من الدولارات على المكياج. ويومها طلعت اتكلمت قالت احنا لو ما حطناش مكياج هنبقى عاملين زي حفارين القبور، ولكن ما كل الستات بتحط مكياج، اشمعنى الرقم المبالغ فيه قوي ده؟ طلعت بقى هنا فضيحه تاني. طبعا هي عند الغرب ما تفرقش هي، انما بالنسبه لنا احنا تفرق. لما وزيرة الخارجية الألمانية تظبط رجالة على مستوى العالم، أنا هنزل أروح أفريقيا في المكان ده هبقى مظبطة الراجل الأسود البادي بيلدينج اللي أنا عايزاه أو اللي هو هيمتعني، وأنزل أقضي معاه ليلة، وفلان ده في البلد دي، ولو مش موجود في البلد دي اركب الطيارة واستنني في المكان ده وجهز لنا المكان، حرفيا هشغل لك صوت وصورة ده من عندهم
الصحف الألمانية اللي بتتكلم عملت مقابلة مع شخص أسمر ادعى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كانت تدفع له مقابل لقاءات جنسية أثناء رحلتها لإفريقيا. يعني مش رايحة بقى لألمانيا ولا لا لا، ده أنا راح أضبط دماغي، أنا راح كده. فضايح الغرب، فضايح. طبعا ده مش هيفرق معهم كتير لان هم ضايح بينشروا البسكليتات والشذوذ والكلام ده. هو اللي يفرق معهم بس انها الفلوس دي مصروفة من الدولة ولا مصروفة من حسابها. بس بقول لك صرفت عشرات الالاف من اليوروات، ان لم يكن مئات الالاف من اليوروات، وجبتها لك قبل كده على المكياج. اسمعوا كده بنفسك ونكمل، بيحكي التفاصيل وبتوقيتات ونكمل بعدها. Well, we met in Abuja the first time we met around December 2022. I remember she was there for some executive meeting or whatever it was. She was in this beautiful crimson dress. Well, we had a nice evening, we talked, and then she made me understand that she's with the company of handsome black gentlemen. You know, you can understand, most of my clients are black men. So we spent the night together. It was an amazing, fantastic night, and she left the next day. Well, that's not the end of the story, actually. Annalena called me 6 months later, and she asked me if I could accompany and meet her in Pretoria, South Africa. Due to the nature of her work, we get to meet just like 2 times in a year. We hardly spent a day together, it's just like one night. The last time that we met, we were together, was less than a week ago in Abidjan. But then earlier, the beginning of July, she actually called me and asked me if I could book a place where we could have a good time without any interruptions. I looked overwhelmingly exhausted, and she talked about her visit to Senegal. She talked about the pressure that came with the work that she was doing, زي ما حضرتك سمعت. تعال بقى ننهي ببيان وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي، يعني شغله لك مترجم، بشأن اغتيال اسماعيل هنية. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا. решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Обращает на себя внимание тот факт, что эта атака была осуществлена в период пребывания лидера Хамас на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкяна. Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция. Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между Хамас и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа. В очередной раз настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию. Выражаем глубокую озабоченность в связи с возрастающей на этом фоне угрозой резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Настоятельно призываем вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и не предпринимать шагов, которые могли бы привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации и сползанию региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию с катастрофическими последствиями. В связи с наблюдающейся эскалацией военно-политической обстановки вновь напоминаем о действующих рекомендациях МИД России нашим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан.